السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين نتوما؟ كلشي مزيان، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للناس اللي طرحوا لي السؤال الإخوان في هذا الفيديو، هذا بغيت نشرح لكم شنو هو البواتي. الناس اللي صفتوا لي أسئلة وبصراحة تطرحوا لي بزاف ديال الأسئلة على هذا البواتي، هذا تيقولوا لي أشنو هو هذا البواتي هذا وشنو هو الدور ديالو. بالنسبة للإخوان إن شاء الله في هذا الفيديو هذا إن شاء الله بحول الله غادي نشرح لكم شنو هو البواتي والدور ديالو، شنو هو الدور ديالو. بالنسبه للبواتي الاخوان تعرفوا عليه، هو الاول هو في الصوره كما كتشوفوا في الصوره، هذا هو البواتي اللي كتشوفوا في الصوره، هذا هو الشكل ديالو كيفاش داير. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا فين كاين، كاين في جهه الموتور الاخوان، دائما تيكون في جهه الموتور، وكاين بعض السيارات تيكون مخبي في شي بلايص جهه ليزان هنا لداخل جهه باربريز، تيكون مخشي تما. دونك كيخصك تحل لك البلاستيكه باش تدوز ليه، يعني ما تيبانش في شي طوموبيلات، شي طوموبيلات مخبيينه. من الاغلبيه تيكون محطوط غير جهه الباتري، جهه الباتري هي الطوموبيل الاخوان، تما بعض المرات تيكون بعض السيارات فيهم في اليمن، هنا في اليمن، يعني تنقول لك في اليمن حيت الباتري ديال اليمن تيكون في اليسر، دونك هنا تيكون بعض المرات على اليمن. هاد البواتي الاخوان شنو هو البواتي؟ تعرفوا عليه دابا في هاد الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للبواتي البواتي الاخوان هو كالكيلاتور ديال الطوموبيل، كالكيلاتور الاخوان هو الدماغ ديال الطوموبيل. هاد البواتي هذا هو الدماغ ديال الطوموبيل، هو اللي تيديكلاري لك ملي تكون شي مشكل في السياره ديالك، هو اللي تيديكلاري لك الطابلو، تيشعل لك هاد البوله هادي اللي غتشوف دابا في الصوره، اللي الاغلبيه كتشعل لهم هاد البوله، ما كيتسوقوش ليها، ما تيعرفوش اشنو هو الدور ديال هاد البوله، وعلاش شعلت هاد البوله هادي. كيف ما كتشوفوا في الصوره، هاد البوله اغلبيه كتشعل لهم ما كيعرفش ديالاش، وتيخليها شاعله. لا الاخوان، هاد البوله اللي فيها شيك كتما شيك، دونك هنا كتقول لك بان راه عندك مشكل الاخوان، عندك مشكل خصك تمشي تفحص الطوموبيل ديالك. باش نحلوا هذا المشكل ضروري انك دير سكانير باش تعرف اشنو المشكل اللي عندك. بالنسبه لهذا البواتي هذا الاخوان كيعطيك مشاكل اللي كتعلق اللي عندهم علاقه بالضوء، يعني ما كيعطيكش جميع المشاكل وجميع لي زومبارات اللي تيكون في الطوموبيل، يعني يقدر يكون مشكل ميكانيكي هذاك ما غاديش يعطيك هاد الديفو هذا، الا في حاله اللي كان شي حاجه عندها علاقه بالضوء اللي ممكن انه يديكلاري لك بها وما كتعرفهاش، الا في حاله وحده فاش كدير سكانير وكتقرا لي ديفو اللي طالعين لك في الاورديناتور، ديك الساعه لا ميكانيك تيخدم على لي ديفو شنو هما. بالنسبه للاخوان البواتي كما قلت لكم تيكون جهه الموتور، غنشير لواحد النقطه اللي مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كتغسل الموتور ديال الطوموبيل. ابار هذا البواتي هذا كاين بوط فيزيبل، كاين واحد بوط فيزيبل الا مشى توصلوا الماء، وهاد البواتي حتى هو الا مشى توصلوا الماء الاخوان راكم عارفين غادي يخلق لكم المشاكل في السياره ديالكم. كل مره تقدر تسكت لك مثلا، تقدر تبغي تجد ديماريها ما ديماريش لك ملي تغسل الموتور. البواتي ديال الفيزيبلات كذلك حتى هو يقدر يخلق لك مشكل ويسكت لك الطوموبيل الاخوان، وتبدا تحمق انت على مع الطوموبيل باش ديماريها، وما هي ما بغاتش ديماري وهي راه عندك غير مشكل تما. علاش الاخوان ملي كنمشيو لافاج الاخوان كنعرفوا بان لافاج كيغسل كيفما كتعرفوا لافاج كيغسل بالبريسيون الاخوان، هذيك البريسيون ما خدامش، دونك هنا تيكون مشكل الاخوان. ديك البريسيون يعني مجهد، كاين شي بلايص اللي ما عمرهم كيوصلهم الماء، مع ديك البريسيون غادي يوصلهم الماء. دونك هنا دائما الا بغينا نغسلوا الموتور الاخوان ما نغسلوش جميع، يعني سيرتو دابا المواتر كاملين تقريبا، يعني السيارات ولاو كلشي الكترونيك، فين ما طليتي كيبان لك كل بياسه تقريبا كتلقى فيها بريز دابا، وهذاك البريز ملي كيدخلوا كيوصلوا الماء يقدر ما يعطيكش الديفو اليوم. الا غسلتي الطوموبيل اليوم يقدر ما عادي الطوموبيله ما يعطيكش الديفو، تقدر واحد دوز واحد النهار ولا يومين يطلع لك ديفو، ولا دير لك الطوموبيله واحد المشكل وغتولي تحماق انت، يا انت ما تفكرش بانك راه البارح ولا راه غسلتي الطوموبيل يقدر عندك مشكل في ذاك الغسيل، ما تعرفش شحال من واحد فعلا وقع ليه مشكل وما عرفش باللي راه هو دار المشكل راسو. حيت ملي كنغسلوا الموتور الاخوان البريزات كيدخل لهم الماء، رغم ان البريزات تيكون فيهم واحد الجوان، دابا هاد الحديد النوفو دابا ولاو كيديروا بريزات كيديروا لهم واحد الجلده، هذاك الجلده كتحميه باش ما يوصلش ليه الماء، رغم ان المشكل اللي كاين هو الاكبر هو الناس كتغسل في لافاج كتغسل بداك البريسيون، يعني كتضرب الموتور بداك البريسيون، ديك البريسيون الاخوان كما قلت لكم واخا تكون ديك الجلده
يقدر يدخل ليه الماء داك الفيش، وداك الفيش ملي تدخل ليه الماء تدير لك المشكل في الطوموبيل. وبالنسبه شنو غنقول لكم بالنسبه للاخوان، استغفر الله العلي العظيم، بالنسبه للاخوان باش نتفادوا هذا المشكل هذا، غادي تبقاو تغسلوا الموتور بواحد البرودوي كيتباع من لي بياس، تقول لهم هذاك باش كنطويو الموتور. هذا واحد البرودوي قرعه، برودوي كيتباع واحد البرودوي مزيت هو شي شويه، هذاك واخا ضرب به الخيوطه واخا ضرب به سميتو ما عندهم يوقع لهم، يعني ما غيديرش ليك المشكل. عوض باش تغسل بالماء، شري هذا البرودوي هذا ويدير واحد الرشيشه ويتمسح من بعد بالشيفون وتنقي. ما قلتكش انا ما تنطوي جهه الموتور الا كان مغبر بزاف، انما غادي تستعمل هذا البرودوي هذا وتحاول انكم تفادوا الماء الاخوان. وشكرا لكم بزاف اللي ما فهمش شي حاجه وبغى يسولني على شي حاجه، مرحبا. ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، كما تعرفنا على البواتي وتعرفنا الدور ديالو شنو هو اخوان. بالنسبه للبوله اللي نقول لكم ملي تشعل البوله هذه، هذه البوله اللي وريت لكم دابا، ملي تشعل لك البوله ضروري انك تمشي لاقرب كراج باش دير الفحص للطوموبيله ديالك وتشوف المشكل اشنو عندك. وهاد البوله كتشعل بعض المرات، بعض الاحيان كتشعل ملي تيكون عندنا الماء في الفلتر ديال المازوط الاخوان، حيت الفلتر ديال المازوط فيه واحد البريز لتحت ولا كيعرف بان واش كاين شي وسخه في المازوط ولا كاين الماء. الاغلبيه كيديكلاري لك بالماء ملي تيكون الماء في المازوط تيشعل، ملي كدير لابار تعطيك فلتر الماء تيعطيك بان الديفو فعلا تيعطيك بان الماء راه كاين في المازوط. اشنو كدير ديك الساعه؟ كتمشي لفلتر المازوط، كتمشي لاقرب كراج اللي كيدير هو سكانير، راه هو غيمشي للفلتر كيحل الفلتر تيخويه من داك الماء. تقدر داك الفلتر الا كنت ديجا يلاه بدلتيه كتخويه من داك الماء، من داك الوسخ الا كان فيه شي وسخه كنتي لقيتي فيه الوسخ بزاف، دونك هنا غادي تحاول انك تبدل داك الفلتر حيت عندك المشكل في المازوت. بالنسبه للاخوان حاولوا ديما انكم تبقاو تفاداو التخلط ديال البومبات الاخوان، حاولوا انكم تبقاو تمشيو للبومبات اللي هما جداد ديال الله تحلوا، اما البومبات القدامى الاخوان من تما كيجي المشكل. وهذا الشيء اللي غنقول لكم بان سبحات كتكون السيترنا قديمه وهذا كيكون فيه يعني كيكون الصدى وكيكون هذا، حاول انكم تفاداو البومبات القدام، تبقاو تمشيو ديما البومبا اللي فيها الزحام الاخوان، هذه هي اللي غادي ننصحكم بها، تبقاو تمشيو البومبا اللي فيها الزحام يوميا تيكونوا عامرين. وتبارك الله عليكم، وكنتمنى انكم تكونوا يعني تكونوا في احوال جيده، ونتمنى ان هذا الفيديو ديالي يعجبكم ان شاء الله بحول الله وتبارك الله عليكم. وما بغيتش نطول عليكم لا فيديو بصراحه، كاين ميتكال ان شاء الله في لا فيديو الجاي ان شاء الله، ونكملوا على المسير ديالنا والطريق ديالنا ان شاء الله. واي حاجه اللي بغى يسولني على شي حاجه مرحبا، الف مرحبا، وتبارك الله عليكم.